أسائل من أهل دول أوروبا تقول أنا بنت عمري 20 وأسكن مع أهلي مسلمة لكن في بيت يوجد بعض المنكرات والاختلاط مع الأقارب غير المحارم وشرحت ذلك لعائلتي لكنهم لا يرون مشكلة في ذلك فهل يجوز لي الخروج وتحويل منزل أهلي واستجار شقة واحدة؟ لا لا لعل لا تفعل هذا حتى تتزوج ان شاء الله عز وجل تزوج اما الان فانها تصبر ولكن اذا حصل اختلاف تبعد عن الناس تبعد عن الاقارب حال الاختلاف فان يعني هذا البيت تناصح ابويها واخوانها واخواتها واهلها تناصح اهلها لكن ما ارى ان تعيش في مفردها لأنها يخشى عليها حتى تتزوج. نعم جزاك الله خير يا شيخ.